عندي العمل بعدة مديريات في الدار البيضاء، من ضمنها الحي الحسني. بقيت أنا ملي بديت العمل ديالي بديت في نيابة عين الشق الحي الحسني نواصر، كانت نيابة واحدة. ملي تفرعوا بقوا عندي نفس النيابات، إذن أن أنتمي إلى هاد المديرية الآن حاليا كنقولوا المديرية بنو الهيثم عريقة بأهلها، و اعتبرها من ضمن المؤسسات المهمة اللي اعطات اجيال واجيال اللي خدموا هذا الوطن في جميع المجالات، ومن ضمنهم اساتذة الفلسفة اللي هم اساتذتنا من قبل. وبالنسبة لهذا اللقاء جميل جدا لأنه كيكرس ثقافة الاعتراف، العرفان، الوفاء، وجميل جدا لأن أجيال متعددة كتلقى الآن. عندنا اللي قراونا تقريبا واللي احنا قريناهم وهاد الأجيال الصاعدة، إذن في هذا الوقت اللي كيجمع مجموعة من الأجيال، وبالتالي فهذا اللقاء غير وجدانيا جد مهم من ناحية الوجدانية لأن فيها التعارف، وفي نفس الوقت يكرس الثقافة ديال العرفان الأجيال المقبلة. أيضا هي أيضا درس بالنسبة للأساتذة اللي كاينين الجدد، وبالنسبة حتى للتلاميذ اللي كانوا غادي يحضروا معنا التلاميذ. نتواجد اليوم في فضاء ثانوية تأهيلية بنو الهيثم المديرية الإقليمية الحي الحسني من أجل الحضور لحفل تكريم مجموعة من الأساتذة الذين قدموا الشيء الكثير للدرس الفلسفي، قدموا أيضا الشيء الكثير للمدرسة العمومية. نتواجد أيضا اليوم من أجل تقديم ثقافة الاعتراف وثقافة العرفان لتل من الأساتذة والأستاذات أيضا، اللي زعما ولو أننا نقول بزاف ديال الأشياء عليهم ولكن ما يمكنناش نوفيهم الحق ديالهم. مارسوا مهنة التدريس وخاصة مادة الفلسفة اللي هي مادة نعرفوا بأنها تعرف الكثير من الصعوبات داخل المجتمعات العربية عامة والمجتمع المغربي خاصة. كنقولوا بأنها مادة تحارب الجهل، تحارب جميع أنواع الثقافات اللي هي كتقوم على مبدأ الجهل وليس نشر الوعي. أيضا التواجد ديالي كجمعية بحكم أننا دائما دائبة الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة على تقديم مثل هاد الشهادات في حق الأساتذة المكرمين. أيضا دائبة الجمعية على تقديم مجموعة من الاعترافات سواء من خلال شواهد تقديرية أو من خلال مجموعة من الأنشطة اللي هي سنوية من أجل الاعتراف أيضا بمجموعة من الأساتذة الممارسين اللي كيقوموا مجموعة من الأنشطة في الساحة المدرسية، سواء تعلق الأمر بأنشطة تتعلق بالتلميذ أو أنشطة تتعلق بالأساتذة، لكن يكون دائما الختام ختام السنة الدراسية بشهادة الاعتراف وتقديم العرفان لمجموعة من الأساتذة الذين أنهوا مسيرتهم التعليمية، ولكن أيضا المسيرة الحياتية ستستمر. كنشكروا اللجنة التنظيمية التي سهرت على تنظيم هذا الحفل، وأيضا كنتمناو الحظ الوفير لهؤلاء الأساتذة لأن بالفعل السنوات الدراسية انتهت ولكن مسيرة الحياة لازالت تستمر. يعني احنا أمام جيل اللي مشى الآن كاين جيل اللي طالع اللي هو جيل لاحق، كيف ممكن يكون ذاك الوصل بين الجيلين؟ هي نقدروا نقولوا بان الوصل بين الجيلين في ماده الفلسفه، الجمعيه المغربيه لمدرسي الفلسفه كتلعب واحد الدور كبير. لماذا؟ لان فاش كنقولوا جمعيه مغربيه وطنيه كنقولوا بان هناك فروع محليه، هناك فروع اقليميه اللي كيكون هناك نوع من الاجتماعات، نوع من التوجيهات لمجموعه من الاساتذه اللي هما التحقوا بتدريس ماده الفلسفه. كتكون هناك مجموعه من التكوينات كيسهر عليها سواء أعضاء الجمعية أو لك يسهروا عليها مفتشين، أساتذة مصاحبين، اللي كنحاولوا أننا نخليوا هذيك الصلة ديال الوصل ما بين الأنشطة ديال الجمعية وما بين أيضا تدريس مادة الفلسفة داخل الحجرات.